الله، انا متحمسه احضر حفله الويجز في مدينه العالميه هنا. بتمشى في الزمن محشي طاقه وعندي امل عبقري. فعاليات ومفاجآت وحفلات مهرجان العالمين لسه ما خلصتش. من ضمن فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه حفله ويجز اللي هتكون في نيو ارينا، عدد كبير جدا من الجمهور متحمس ان هو يحضر الحفله. تعالوا نشوف ازاي الناس متحمسه. بتمشى في الزمن محشي طاقه وعندي امل عبقري ومصير للجد، راسي رافع عالي السما بتوديني وتجيبني دارة الغساله. شتت وافكاري بتصارعني كالعاده، هنحل وهننفذ. طبعا بحب ويجز جدا ومستني حفلته اللي جايه يوم الجمعه، بجد هتبقى من اخر رحلات من اخر حفلات. وبحب جدا اغنيه البخت. طبعا بحب ويجز، ويعني اكيد الحفله هتبقى حلوه، وعارف كمان عارف تريكات ليه. طبعا بنحب ويجز جدا وبنحب اغانيه جدا، وطبعا عارفين اغانيه طبعا اللي هي البخت مثلا وعفريت الاسفلت، وحفلاته كلها تحفه. اعتقد ان مفيش حد ما بيحبش ويجز، يعني كل اغانيه تحفه بجد. وانا حابب جدا الحفلات السنه دي وفرحان جدا ان انا موجود هنا النهارده.